مرحبا، حابة أحكي لكم شوي عن موضوع بخص الأطفال. وأنا عارفة أنه لكل أم بيكون في عندها طفل بيعاني من الوزن الزائد أو بيعاني من نحافة شديدة، دائما بيكون في عندها قلق أن هي حابة توصل ابنها للوزن المثالي، بس بنفس الوقت بدها تكون مطمنة كمان أنه ابنها عم يلتزم، بحكم أنه الأولاد الصغار بيكونوا في المدارس، ممكن أنهم يلعبوا مع الأولاد الصغار بالحي، أو حتى ممكن أنهم يكونوا لحالهم بالمطبخ، فهم بيكونوا شوي خايفين أنه الطفل يبتعد شوي عن النظام الغذائي مخصص لإله. خلينا شوي نحكي عن الطفل اللي بعاني من الوزن الزايد. كلياتنا عارفين إنه الأطفال بسن معين بحبوا إنهم يتنوعوا بدون قيود بالأكل اللي هم حابين ياخدوه، وأكثر الأطفال بحبوا إنهم ياخدوا الشيبس، بحبوا ياخدوا الشوكلت والأشياء اللي بنظرهم إنها هي كتير طيبة وحابين ينوعوا ويتمتعوا فيها. فإحنا ما بنقدر نيجي نحكي لهم ممنوع مرة واحدة، هذا الإشي بالعكس حيعطيهم دافع أكثر إنهم يقاومونا بأي طريقة أو أي سبيل هم حابين إنهم يروحوا ياخدوا هذا الأكل اللي أنا بنظري إنه هو مش مناسب خلال النظام الغذائي. ممكن إنه إحنا نروح مع أخصائي التغذية ونعمل نظام غذائي مناسب لإبننا. عارفين إنه الطفل بكل الأحوال ممكن يغش، بدنا نعتبرها إنه بمصطلح إنه يغش، بس هي طبعاً إحنا بدنا نساعد إبننا إنه يغش بطريقة تكون تحت نظرنا. يعني الطفل أنا ما بقدر أجي مرة واحدة أحكي له إنه أنت ممنوع لا تأخذ شوكولاتة، ممنوع تأكل شيبس، ممنوع تأكل أي إشي دفعة واحدة. بدنا نيجي للطفل بشكل تدريجي ونحببه بالنظام الغذائي، نفهم هو ليش رافض أصلا يعمل نظام غذائي ويلتزم فيه. فبدنا نكون عارفين شغلة كتير ضرورية، بالتعاون مع الطفل نقدر نفهم عليه ونسمع منه أكثر لنقدر نوصله للهدف ونحببه بالهدف اللي هو لازم يوصله. يعني أنا ابني عنده وزن زايد، ما بعد أحكي له إنه أنت عندك وزن زايد، أصحابك هيتمسخروا عليك، أو حتى إنه يتعرض للتنمر في المدرسة. بدنا نفهمه إنه إحنا بدنا نحافظ على وزننا بناء على حفاظنا على صحتنا، فإحنا بدنا نوصل لعمر معين وتكون صحتنا كتير منيحة. فالهدف منبلش فيه إنه منعلمه إنه إحنا الإشي اللي بدنا نعمله هلأ هو بمثابة بنى للمستقبل تبعنا، فمنحببه من النظام الغذائي، نعطيه مساحة إنه هو يفكر ويختار بطريقة صحيحة، إنه أنت في عندك حتى مجال تختار الإشي اللي أنت حابب تاكله، بس بالمقابل كمان بدك تكون ملتزم. إحنا عنا بالأسبوع 7 أيام، ممكن إنه نتفق مع ابننا إنه خلال 6 أيام من الأسبوع نلتزم 100% بالنظام الغذائي وما نعمل أي وسيلة غش خلال النهار، بالمقابل أنا أقدر أكافئه، أو ما بدنا نعتبرها مكافأة، بقدر إنه أختار أو أعطيه يوم مفتوح إنه أنت تختار الإشي اللي أنت حابب تتبع فيه. فكلياتنا بنعرف إنه في عنا مقولة مشهورة إنه كل ممنوع مرغوب، فالإشي اللي أنتوا حتمنعوه عن أطفالكم هم بالغصب بصيروا أنا بدي هذا الإشي، فحيعملوا أي وسيلة إنهم يروحوا ياخدوا هذا الإشي اللي أنا منعتهم عنه. طيب ليش دايماً منلاحظ إنه الأطفال الشغلات اللي غير صحية ممكن تكون محببة لقلبهم أكثر؟ مش ممكن إنها تكون طريقة عرضي للطفل للأشياء الصحية بتكون غير صحيحة؟ أغلبنا منشوف إنه الأطفال عم ترفض الأشياء الصحية نتيجة ردة فعل بعض الأشخاص اللي من حولهم، فبدنا نحسسهم إنه مثل ما هم شافوا إنه الشوكولاتة هي إشي كتير حلو، بدنا نفرجيهم إنه النظام الغذائي والأكل الصحي كمان هو إشي كتير حلو. فمنخلي أطفالنا إنهم يساعدونا في تحضير وجباتنا الصحية أو وجباتهم الصحية، بنفرجيهم قديه الموضوع متنوع، قديه الموضوع ممكن يكون في خيارات متاحة ومفتوحة وما في أي قيود. نخليهم هم يختاروا ويحكوا لي باليوم المفتوح اللي أنا بدي أحدد لهم إياه إنه أنا حابب اليوم أخذ وجبة صحية. هذا الحكي أنا كتير حيبسطني إنه ابني يكون هو اللي عم يختار هذا اللي هي الوجبات الصحية، مو أنا اللي عم أجبره عليها بشكل اللي بدنا نسميه بشكل مقيد. الأمور اللي بدنا ننتبه لها كتير منيح كمان إنه نعلم الطفل يحترم الوقت أو يحترم وجبة الأكل. ما بساعد ابني إنه يكون على التلفزيون وبنفس الوقت عم ياخذ وجبته، نحدد وجبة الطعام إلها وقتها، وقت اللعب إله وقته. بنفس الموضوع بنحكي للأشخاص اللي بيعانوا من النحافة المفرطة، بدنا نساعد ابننا قد ما بنقدر إنه خلال نظامنا الغذائي إنه نساعده يكون في عنده سعرات حرارية مناسبة وبنفس الوقت يكون مبسوط. مش بحكي له خذ الأكل اللي بدك إياه، أنت أصلاً نحيف فياكل الدهون والأشياء اللي كتير عالية والغير صحية. فبدي أتمنى لأطفالكم السلامة، ودي دايماً تحاولوا تتبعوا نظام السلس والمفهوم إنكم تتعاملوا مع أطفالكم بطريقة لا يقدروا هم يختاروا إنهم بحابين نوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه. فبدي أتمنى لكم السلامة وشكراً لكم.